France au Maroc pour garder la Coupe du Monde. Je suis très fier des joueurs, du peuple et de la fête qu'il y a en ce moment. Voilà. Vive Maroc. Vive le Maroc, Allah nous protège et voilà, coucher tous ensemble. Vraiment magnifique. Merci beaucoup. جاك المنتخب يعني الفريق المنتخب المغربي حقق تجويز الفرح المغربي كامل. انا فرحاني فرحت بان جميع اللعيبه لعبوا بنفسهم وعندهم غير على هذه البلاد. هذا يعني قبل شد حاسمه بيننا وبين الفريق البلجيكي وحنا فرحانين بزاف فرحانين بزاف بانتصار المنتخب المغربي ديالنا وحنا جميع هاد المغاربه هادو الله يسرهم وجيبوها يا الاولاد جيبوها يا الاولاد جيبوها يا الاولاد عاش الملك ديما مغرب تحية الفوتو تحية الفوتو الفرحة ديالنا اليوم بالفوز المنتخب المغربي عرفتي علاش لحقاش انتظرنا هاد التسويق هذا مدة طويلة واحترامات الجالية المغربية المنتخب الوطني المغربي يشرف المغرب ويشرف بالعالم العربي كله. احنا فرحانين خد النتيجة حنا لقش الوصيف ديال كأس العالم 2018 اللي وصل نصف النهائي. حنا فرحانين بالفريق ديالنا الرائع بوليد الركراكي وليد الركراكي والمجموعة ديالي دازوا هاد الدور ان شاء الله عاوتاني المرة الجاية كل عام ان شاء الله نبداو كنتقدموا حنا كل عام هاد المنتخب عجبك واعر تنظن 1986 2018 2022 بالنسبه لي هذا هو البرايم ديال المنتخب الوطني المغربي. كنتمنى يشرفونا عاوتاني في الدور الثاني والمزيد ان شاء الله.